هذا الشخص ألقي القبض عليه من قبل قطاعات الجيش في قاطع عمليات جنوب غرب الفلوجة حينما حاول العبور مع النازحين، وهو أحد العاملين لحساب تنظيم داعش، يتحدث في مقابلة مع الحرة عن مشاهداته لمقاتلين عرب وأجانب يتواجدون في الفلوجة مع عوائلهم. العرب وأجانب، يعني هم متواجدهم وعوائلهم، بس ما أعرف أعدادهم. اكو نساء عربيات اجنبيات موجودات؟ هم وعوائلهم جايين، يعني هم وعوائلهم، يعني شفنا، يعني هم شفت، يعني نساء، يعني مو عراقيات، مو عراقيات. اي مرات يجون للسوق، يعني يجي يعني للسوق هن وعوائلهم، تلقى هو ويا عائلته. المتهم بين ايضا قيام تنظيم داعش بتجنيد بعض المدنيين ومنهم الاطفال في دخول معسكرات لتغذيتهم بالافكار المتطرفه والعقيده الجهاديه في معسكرات بعيده عن مركز الفلوجه. هم اللي اكثر مثل هذول، مثل صغار بعدهم سن، يعني يروحون يبايعون، يروح يدخل معسكر 45 يوم الى مرات 35 يوم. من يجي مرات اكو بيهم شلون يغسلوا دماغتهم، من يجي مرات من نلزمهم ما نخليهم يرجعون، واكو بيهم يظلون ما ينزلون، من يجي ينزل بهم فيرجعون عليهم. قائم مقام الفلوجة أكد أن داعش الآن في وضع الانهيار الكبير بعد الحصار على عناصره ممن لا يملكون في الوقت الحاضر سوى خيار الموت، وأنهم سيلجؤون إلى تنفيذ عمليات انتحارية. الآن هو يعني أمامه الانتحار، لأنه الآن أصبحت المدينة مطوقة من كل يعني أطرافها. فالآن الباقين في فلوجة من مقاتلي داعش هم لا يملكون إلا أنه إلا الموت، فلذلك سيقدمون على يعني الانتحار، عمليات انتحارية كثيرة، لكن إن شاء الله تعالى سيهزمون ويولون الدبر. الساير أكد للحرة أن المقاتلين العرب والأجانب لا يشكلون إلا نسبة قليلة، وأن غالبية المقاتلين المتواجدين في الفلوجة هم من العراقيين القادمين من محافظات مختلفة.